كما كنت البارح قاطرة الحراك المبارك وطالبت بالتغيير، اليوم راكم في الصفوف الأولى باش نجسدوا هذا التغيير ميدانيا وفعليا وفي الواقع، وباش يولي حقيقة ملموسة إن شاء الله. البارح برك كانت الجزائر على شفا حفرة من نار، وخرجت منها الحمد لله سالمة بفضل الشعب اللي طار ويطالب بالتغيير، والحمد لله درنا انتخابات رئاسية وانتخبنا رئيسنا بكل شفافية. أقول درنا انتخابات رئاسية وانتخبنا رئيسنا وبدينا معركة البناء والإصلاح والإعمار. بدينا معركة البناء، بناء مؤسسات دستورية قوية، وبدينا معركة التقويم من خلال تقويم المسار الوطني، وبدينا أيضا معركة الإعمار والتشييد وإصلاح الدولة والاقتصاد وبعث التنمية الاقتصادية الشاملة إن شاء الله.